أهلا بكم من جديد. يتجه المستثمرين دائما للذهب وقت الأزمات، ففي حرب الخليج ارتفع الذهب 6.4%، وفي حرب العراق ارتفع الذهب 9.6%، أما بعد هجمات 11 سبتمبر ارتفع الذهب بحوالي 9%، والآن ومع جائحة كورونا ارتفع الذهب حوالي 17%، وذلك إلى مستويات 1809 دولار للأونصة. وفي هذه الفقرة سأوضح لحضراتكم عدة أسئلة تدور في أذهانكم، فما هي أسباب ارتفاع الذهب؟ ومتى تنتهي هذه الارتفاعات؟ وهل أستثمر في الذهب الآن أم فات الأوان؟ ولكن دعوني أبدأ مع حضراتكم بأسباب ارتفاع الذهب في نقاط محددة. أولا، الخوف من موجة ثانية لجائحة كورونا بعد ارتفاع الإصابات، وثانيا انخفاض العائد على السندات الحكومية، وثالثا انخفاض أسعار الفائدة في البنوك، ورابعا انخفاض سعر الدولار الأمريكي، وخامسا اشتعال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من جديد. وبالتالي كل هذه الأسباب بالتأكيد كفيلة لاستمرار ارتفاع الذهب، وهو الملاذ الآمن وقت الأزمات.